السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير، انتم وكاع الناس اللي عزيزين عليكم وكاع الاحباب ديالكم، تكونوا بصحه ان شاء الله جيده. والله يدوز هادشي بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم بغيت نديره ان شاء الله على حساب، يعني بزاف ديال الناس يتصلوا بيا وكيطلبوا مني انني نعطيهم واحد البرنامج يعني اللي خدموا به في هذه الفتره ديال هذا الحجر الصحي. ولكن يعني كان بزاف ديال الناس وكل واحد وكان الاهداف ديالو مختلفه، وحاولت اني ندير واحد الاحصاء، لقيت ان هاد الناس هادو كينقسموا لجوج ديال المجموعات. المجموعه الاولى كان عندها الهدف ديال انها باغا توصل لواحد لواحد كتلة عضلية وتبني واحد تبني عضلات في الجسم ديالها. هما الناس اللي كانوا يعني كيديروا يعني الرياضة ديال كمال الأجسام على وجه الخصوص. والمجموعة الثانية هي المجموعة ديال الناس اللي باغيين يحرقوا دهون، وكان فيهم يعني بزاف اللي كانوا فيهم غير البنات، وكانوا باغيين يخدموا ليهم وباغيين يخدموا الأفخاذ ديالهم والأرداف. داكشي باش بغيت ندير هذا الفيديو، ولكن ميمكنليش نحط لهم بروجرام بجوجهم لقاش عندهم أهداف مختلفة، وبالتالي غنكون مضطر أنني ندير واحد الفيديو خاص للناس اللي باغا تبني يعني عضلات وتوصل تحصل على واحد الكتلة عضلية مهمة. وغادي ندير يعني فيديو اخر ان شاء الله للناس اللي باغا تخدم ليهم وتخدم يعني الارداف والمؤخره ديالها وتحيد الدهون، غندير لهم فيديو بوحديته. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غنخصه للناس اللي يعني المجموعه الاولى اللي هي عندها هدف ديال انها تبني واحد الكتله عضليه وتوصل لواحد المستوى عضلي مهم. والبرنامج غيكون كالتالي، غادي نبداو ان شاء الله البرنامج ديالنا كيف ما غادي تشوفوا معايا هنايا. بالنسبه للحركه الاولى غادي نستهدفوا بها يعني العضلات ديال الصدر، كما تشوفوا معايا هنا التمرين الاول اللي كيخدم العضلات ديال الصدر. غادي نحاول ما امكن انني يعني نخدم الحركه الاولى 15 للتكرار، ومباشره ملي غنسالي الحركه الاولى 15 للتكرار ما غاديش نرتاح، مباشره غندوز للحركه الثانيه وغادي نحاول نخدم فيها ماشي 15 وماشي 20، غنحاول نخدم فيها حتى نوصل لما يسمى بالفشل العضلي. الفشل العضلي شرحت لكم في فيديوهات سابقه، الفشل العضلي هو اني كنبقى نخدم واحد جوج ثلاثه تنوصل 15 كنعيا، تنزيد 16 17 ملي كنبغي نوصل ما تنقدرش نطلع 18، هذا هو ما يسمى بالفشل العضلي، وانا كنفشل ما قادرش نزيد حتى شي وحده. يعني هذا هو الرقم اللي غتخدم عليه، يعني خدمت في الاول 15 في الثانيه غتبقى تخدم حتى توصل، لانك ما قادرش تدفع حتى شي وحده. اذا غتكون كملتي مجموعه، هذه المجموعه غادي نديرها ثلاثه ديال المرات، غندير هذه المجموعه هذه كما قلت لكم بالحركه الاولى والحركه الثانيه ما كنرتاحش، يعني مباشره كنوصل الحركه الاولى والحركه الثانيه، ولكن ملي كنسالي الحركه الثانيه كندير دقيقه ديال المكنه ديال الراحه اي 60 ثانيه، كنرتاح 60 ثانيه وكنولي نعاود هاد جوج الحركات في المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه. بالنسبه لواحد الحاجه مهمه، دائما في الفتره ديال الراحه حاول ما امكن تركز على جوج الحوايج ديما كنقولها ونعاودها، التنفس بطريقه صحيحه، ودائما تكون حدا قرعه ديال الماء. شرب المياه اثناء التمرين هي امر ضروري، طبيعه الحال ما نشربش الماء بكميه كبيره، ولكن نشرب واحد الجرعات صغيره باش كنعطي يعني العضله الحاجيات ديالها من الاكسجين ومن الماء، باش تكون يعني كتخدم بكفاءه اثناء التمرين، تكمل معايا الحصه كامله بواحد الكفاءه عاليه باش نوصلوا لواحد النتائج جد جد مهمه. هنا كيف التمرين هذا غنعاود ثلاثه ديال المجموعات، هاد جوج ديال التمارين غنديرهم ثلاثه في ثلاثه ديال المجموعات، وبالتالي غنكون استهدفت العضله ديال الصدر. غادي نخدموا ندوزو موراها نخدموا العضلات ديال الكتفين. بالنسبه لعضلات الكتفين كذلك التمرين الاول كيف ما تشوفوا هنايا قدامكم، التمرين الاول غنديرو 15 للتكرار في التمرين الاول، مباشره ندوز للتمرين الثاني بدون راحه، وغادي نخدم التمرين الثاني حتى نوصل ما يسمى كذلك بالفشل العضلي، وغادي نرتاح 60 ثانيه. ومن مور 60 ثانيه ملي غنرتاح 60 ثانيه بالتالي غنكون درت مجموعه، غادي نعاود هذه المجموعه ثلاثه ديال المرات، يعني ثلاثه ديال المجموعات، وبالتالي ملي غنساليهم غنكون خدمت العضله ديال الكتف. غادي ندوز لعضله اخرى وهي عضله التريسبس او ما يسمى بعضله كما تشوفوا هنا، عضله ثلاثيه الرؤوس. هذه عضله ثلاثيه الرؤوس كذلك غنخدمها بنفس الطريقه، التمرين الاول اللي تشوفوا هنايا غنخدمه 15 تكرار، والتمرين الثاني غنخدم حتى نوصل ما يسمى بالفشل العضلي، ومنين غنساليهم دقيقه ديال الراحه وغنعاودهم ثلاثه ديال المجموعات. وكذلك منين غادي نسالي هذه الثلاثه ديال المجموعات في العضله ديال ثلاثيه الرؤوس، غادي ندوز العضلات ديال الظهر، وغادي نخدم كذلك التمرين الاول 15 تكرار، والتمرين الثاني غادي نخدم حتى نوصل ما يسمى كذلك بالفشل العضلي. وكذلك تما كما قلت لكم غنخدموا ثلاثه ديال المجموعات، وغادي ندوز العضله اخرى وهي العضله ديال البايسبس او العضله الاماميه ديال الذراع. وكذلك كنخدم التمرين الاول 15 تكرار كما تشوفوا معايا هنا بهذه الطريقه 15 تكرار، مباشره ندوز للتمرين الثاني وغادي نخدم حتى نوصل الفشل العضلي دقيقه الراحه. هذه المجموعه غادي نضربها في ثلاثه، غندير ثلاثه ديال المجموعات منها، وبالتالي غنكون خدمت هنا العضله الاماميه ديال الذراع. وغادي ندوزو العضلات ديال الافخاد كذلك بنفس الطريقه، ولكن هنا العضله الافخاد كاين واحد 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 تغيير بسيط، هو ان في العضله ديال الافخاد التمرين الاول ما غنخدمش 15، غنخدم 30 تكرار، والتمرين الثاني غنخدم حتى نوصل للفشل العضلي، وهنا بالتالي غتكون عندي مجموعه وغنرتاح 60 ثانيه. وغادي ندير هذه المجموعه كذلك ثلاث المرات. دائما في العضلات ديال الافخاد دائما تيكون يعني العد كيكون كبير، ما كيكونش بحال العضلات الاخرين فيهم 15 15 15، لاقاش في الحياه اليوميه ديالنا ما كيكونش الدرك على اللي ميسكل الاخرين، كيكونوا يعني كيخدموا بواحد الطريقه اللي هي يعني شبه نادره. يعني العضلات ديال الصدر او ديال الدراع والكتف ما كنعتمدوش عليهم، ماشي بحال العضلات ديال الارجل والساقين، يعني بنادم راه كيقيل كيتمشى عليهم غادي يجي عليهم تطلع في الدروج بهم تيهبط بهم، يعني كان عليهم الدرك، حتى يعني البنيه ديالهم كتكون مختلفه، يعني الطريقه ديال التمرين ديالهم خاصها هي كذلك تكون مختلفه، خصنا نعطيهم الدرك بزاف باش عاد كيتبان فيهم الخدمه. بزاف ديال الناس
تيقول لي انا كنخدم ليكويس كنخدم رجلي مفلاصه بزاف وما تيطلعوليش معذبيني، اللي كيخدم 15 لتحت في ليكويس في العضلات ديال الساقين بصفه عامه، اللي كيخدم من 15 لتحت 15 12 10، انا ديما فلاصه كنشوف الناس كضرب 15 10 12 8 راه ما غيوصلش النتيجه في العضلات ديال الافخاذ. حاول ما امكن انك تخدم 20 30 فما فوق، لحقاش هي عضله اللي كما قلت لكم البنيه ديالها راه مختلفه على البنيه ديال العضلات الاخرين ديال الجسم، بحكم بحكم الاستعمال ديالها اليومي وبواحد الشكل كبير يعني في الحياه اليوميه ديالنا. كذلك كما قلت لكم نخدموا 15 نخدموا 30 ونخدموا الحركه ثاني حتى نوصل الفشل العضلي و60 ثانيه ديال الراحه. منين غادي نسالي هذه الحركات هذو غادي ندوز نخدم العضله ديال لي مولي كيف ما تشوفوا هنا في التمرين الاول، نخدم العضله ديال لي مولي 30 تكرار، ونخدم العضله ديال الفومبرا اللي هي العضله هذه كذلك غادي نخدمها 30 تكرار. هذو حقا جوج عضلات مختلفين، ما غاديش نخدم هنا بالعد وهنا غنخدم حتى الفشل العضلي حيت ماشي نفس العضله كنستهدف، هنا غنخدم 30 وهنا غادي نخدم 30 ودقيقه ديال الراحه ونشرب كذلك الماء ونتنفس بطريقه اللي هي صحيحه وكنعاود هذه المجموعه كذلك ثلاثه ديال المرات. يبقى لنا اخر عضله اللي غادي نخدموا عليها هي العضله ديال البطن، وكيف ما تشوفوا غادي نخدم كذلك هنا في التمرين الاول وفي التمرين الثاني. ما غاديش نقول لك 30 على حسب كل شنو غيقدر، تقدر تخدم 20 20 مزيان، تقدر تخدم 30 30 غيكون افضل، تقدر تخدم اكثر غادي يكون مزيان، ولكن حاول داكشي العدد اللي خدمتيه في التمرين الاول هنا الاول غتخدموه في التمرين الثاني، وغادي ندير هذه المجموعه كذلك ثلاثه ديال ثلاثه ديال المرات، وبالتالي غادي نكون استهدفت جميع عضلات ديال الجسم بدون استثناء. التمرين هذا ما تحتاجش انك تجلس من دابا سيمانه او من دابا شهر عاد تشوف النتيجه ديالو، التمرين بمجرد ما تديرو في الحصه الاولى غتوقف دمري غتلقى واحد الفرق رهيب، وغادي تلقى واحد يعني واحد الفورمه غادي تطلع لك اللي زعما فورمه راه يعني صعيبه بالنسبه للناس اللي متخصصين في كمال الاجسام. راه كيعرفوا بلي هذا التمرين من اصعب انواع التمارين، كيتسمى بالتمرين سوبر سيت، يعني واحد التمرين اللي كيحتاج واحد اللياقه بدنيه عاليه وواحد القوه اللي هي عاليه جدا. بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش انا كنعرفكم بالمصطلح يعني الرياضي ديالو كيتسمى سوبر سيت، هو اللي كنجمع فيه ما بين جوج ديال التمرينات في نفس الوقت، ما كنديرش بيناتهم فتره ديال الراحه، يعني واحد التمرين اللي كياخذ منك واحد المجهود اللي هو كبير بزاف. بالنسبه لعدد الايام اللي يمكن ليا نتمرن هذا التمرين هذا، التمرين هذا شوف ما يمكنليش انا نقول لك كوتش شحال يمكن لك تخدم، واش 3 ايام سيمانه ولا 4 ايام ولا 5 ايام او حتى شي كوتش اخر ما يمكنلوش يقرر، القرار كيبقى لك انت على حساب اول حاجه على حساب الوقت ديالك بالنسبه للناس اللي خدامين او للناس اللي ما عندهمش الوقت، يعني كتبقى على حساب الوقت ديالك، وثاني حاجه كيبقى على حساب القدره ديالك والطاقه اللي عندك وعلى حساب الرغبه اللي عندك. بالنسبه للناس اللي باغي يتريني ثلاث مرات في السيمانه غيتريني نهار ايه نهار لا نهار يتريني نهار يرتاح نهار يتريني نهار راحه ونهار ديال لونطريم. بالنسبه للناس اللي بغا دير 4 ايام التريني اثنين وثلاث غتجمعهم وغتمشي الاربع خاوي والتريني الخميس الجمعه خاويه والتريني السبت. بالنسبه للناس اللي باغا تريني 6 ايام في السيمانه غيتريني خلاص يوميا والحد راحه، خلاص 7 ايام في السيمانه ما كايناش، ما يمكنلكش تريني 7 السيمانه كامله، ضروري كتخلي واحد النهار ديال الراحه باش كيوقع الاستشفاء للجسم ديالك بصفه عامه وكتحصل على نتائج. الناس اللي غتقدر تريني السيمانه كامله 7 ايام كون على يقين ما عمرو غيوصل للنتائج اللي هو كيطمح فيها، لحقاش ما كيعطيش الجسم الراحه الكافيه ديالو باش انه يوقع له استشفاء عضلي ويرتاح باش انه يكون مستعد انه يخوض اسبوع ديال التمرين جديد. هذه نقطة، نقطة أخرى حاولوا ما أمكن تراقبوا التغذية ديالكم، التغذية هي واحد الحاجة اللي جد جد ضرورية، يعني راه هي أكثر أهمية من التمرين، التمرين مهم مهم جدا ولكن التغذية هي الأهم، لحقاش إلا بذلتي واحد المجهود وترينيتي مزيان وكانت التغذية ديالك غير ملائمة راه ما عمرك كتوصل للنتائج. بطبيعة الحال التغذية ما كنقولكش تاكل شي حوايج غاليين وما شنو واخا، الناس تعرف شنو كتاكل وتعرف الحاجات ديال الجسم ديالك تدخلهم يوميا، تدخل دوك الحاجات ديال الجسم ديالك. كنتمنى أنني الفيديو أنه يعجبكم، كنتمنى أنكم تدعمونا بلي لايك، كنتمنى أنكم بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم سواء في الواتساب سواء في الفيسبوك سواء يعني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بارطاجوا معهم هذا الفيديو وتابوناو وقولوا لهم تابوناو معنا ان شاء الله في لاشين، وتنتمنى الفيديو يعجبكم وتهلاو في راسكم.